راوند اوف باك فليب ستريت. طيب عايزين بس نجد نتقن حركه الباك هاند الراوند اوف بالباك. طيب الطريقه بقى بتاعتنا اديها لك، انت ممكن تبص التوتوريالز اجانب كتير يشرحوا لك راوند اوف باك فليب على طول. احنا عايزين بقى ناخد الطريقه حاجه تكون سهله لك. يعني انت دلوقتي لو بتعرف تجيب الراوند اوف باك هاند سبرينج، اتعلم طريقه تخليك تجيب الراوند اوف باك فليب. طيب انا عندي دلوقتي طريقه، انا عن نفسي جبت الحركه بالطريقه ديت، ان هو ازاي اجيب من الباك هاند سبرينج باك فليب. طيب طبعا هنشوف قبل في الفيديو ده هنشوف روابط حركه الراوند اوف لوحدها هتلاقيها موجوده، وبرده في رابط حركه الشباب الخلفيه اللي هم موجودين اذا انت ما كنتش بتعرف. فكان المفروض انا لازم تعرف تعمل حركه الراوند اوف، ولازم تعرف تعمل حركه الباك هاند سبرينج عشان تعرف تعمل حركه يا كابتن ايه بقى الراوند اوف باك فليب. طيب بصوا معايا، اول حاجه دلوقتي الراوند بتاعك دايما خد في جريه، يعني شوطك جريه جامده قوي. اهم حاجه في الراوند اوف بتاعك ايدك كلها شايلاك، بص ايدك كلها شفت، وجسمك بيتمط، جسمك كده بص ها بيتمط كده شفت، مش تقيل. عشان في ناس تنزل الراوند اوف بتاعها بص لا ما ينفعش، انت نازل جسمك كله مشدود في الحركه في الراوند اوف، عشان الراوند اوف بتاعك ده هو اللي هيطلعك في الحركه، هو اللي هيخليك سريع جامد جدا. طيب في الراوند اوف يفضل برضه انك تكون ايه بتمد نفسك، ها مد كده جسمك شده حلوه كده. طيب اعمل راوند اوف مع ايه؟ باك هاند سبرينج هو راوند اوف باك. طيب ابدا بقى خد نفسك بقوه، ابدا علي نفسك في الباك هاند سبرينج. يعني ايه نزلت راوند اوف صح؟ ما تجيش بقى كده، انت مش هتحط كده، يعني ايه عايزك تعلى لفوق. نزلت الباك راوند بتاعك، خد الباك هاند سبرينج بتاعك ايه فوق كده، فوق كده نط بيه كده مع الراوند بتاعك على طول على طول. اهو بص ها واحد اثنين اهو، بتبدا تحس ان ايدك دي بقت خفيفه على الركبتين لو سمحت كابتن. طب تبدا تحس ان جسمك ده ايدك بقت خفيفه. حلو، اهم حاجه عندي حتى لو انت تسحب لورا صدرك وراسك بس بقوه شوت ها رمي ها بقوه. اهم حاجه عندي دول بس معاك ايه ها جامد، باخد لورا ها بقوه جامد قوي. بص ايدك ها اضرب اضرب افرد دول جامد قوي. هنا هتبدا انك ايه بقى مجرد بس لو انت هسحب فوق ايدي اكني واخدها على الارض واروح ايه سايبها ما خليهاش تلمس الارض. اسمعي يعني انت اكنك واخد حبه كده في الريوس اهو، اكنك رحت شلتها شوف شلتها كده بتبدا انك ايه بقى تجرأ نفسك الحركه. ولما تجيب الحركه هتكون عيل بركه. ركز معايا ركز، انا بقولش الكلام كده وخلاص. يبقى انت مجرد بخط راوند اوف تاك، خد الباك هاند سبرينج بس ايه بقى بترمي ايدك اضحك على نفسك وشيل ايدك. يعني بص اهو ادي واحد صح وقف ها اهدى بقى، مجرد ما وقفت راوند اسحب في ثانيه اطلع. بص ما ترميش الراوند اوف وانت كده واقف كده، بص اهو فارد كده فارد نفسك، اسحب باك هاند سبرينج بص اهو كده اهو شيل ايدك، يعني اكنك هترمي خد ايدك معاك اما تنزل على الارض ايدك بص اعملها كده ابعدها من الارض ابعدها تنزل شيلها ها اهو. ركز تاني بطيء شويه اهو داخل اهو اسحب ايدك باك هاند سبرينج كده اهو شيلها كده وجي معايا يس تيجي معايا تبدا بقى عشان ما تكون انت في البدايه كده هتكون واطي، عشان انت مش واطي ان انت واطي بشتمك، يعني تكون منخفض في الحركه. تبدا بقى انك ايه تبدا فوق الحركه، يعني ايه بص شوف صدرك لفوق شوف لفوق اهو بص فوق اضرب نفسك فوق اضرب يا شوف نفسك فوق. انت عم فين انت اهو يا ابني انت اهو في ايه في لا سمعت عشان ماشي تبدا ايه تقعد نفسك لفوق. في بقى الباك تاك، الباك اللي هو ايه تاك انك بتاخد راوند اوف وبتضم رجلك كل الحكايه وانت طالع لورا ايه وانت طالع ورا في الباك لاب بتاعك اللي هو ده اوكي
تروح واخد رجلك الاثنين دول دوم كده يعني هو انت رابي لورا بص وانت رابي لورا تروح ايه دوم كده واخد ايدك من الراوند معاك يعني داخل الراوند معاك طلع باك فوق ودوم رجلك الكلام ده وانت ايه رايح ورا استمر في الحركة طول ما انت معاك راوند اوف معاك باك هاند سبرينج هتعرف تتكلم الباك فليب بتحاول انك وانت بتاخد راوند اوف ارمي على طول بايدك بتعلى فوق بتنط لفوق فبالتالي ايه ايدك اكنها فوق الارض فبتشيل ايدك تبدا الحركة معاك تكون باك فليب فانت بتبقى واطي في الاول لا مش انت واطي يعني انت الحركة بتبقى واطية بس طول منخفض حلو بعد كده ممكن تروح عامل باك تاك دوام رجلك من كل ماي هيرت اوكي بتمنى لكم التوفيق ربنا يوفقكم وانتظروا المزيد والمزيد اشتراك للقناة.